أهلا وسهلا بكم، مساء الخير جميعا. عندنا في مخابر ميرينال، كما يعلم الجميع، مخابر ميرينال هي مخابر جزائرية 100% التي سعت لتقديم الأفضل منذ تأسيسها. إذا منذ تأسيس مخابر ميرينال، وهي تسعى إلى دعم المشاريع والأعمال الشبانية التطوعية في مجال التحسيس الطبي والرعاية الصحية. إذا هذه السنة، ومع اقتراب حلول الموسم الجديد 2020، ارتأينا أن نطور طريقة التعامل مع هذه الجمعيات ومع مشاريعكم الرائدة في المجال. لذلك فتحنا المجال لأكثر عدد ممكن من الجمعيات الرائدة والشبانية في مجال التحسيس الطبي لتقديم أفكارها ومشاريعها قبل انطلاق الموسم، لاختيار الأفضل ولاختيار ما يمس طبقات أكثر من هذا المجتمع الجزائري، ويمس أفكار بالتحديد تكون رائدة في المجال. لذلك فتحنا باب التسجيلات ابتداء من هذا الشهر على مواقع التواصل الاجتماعي، أين يمكنكم استرجاع رابط تجدون من خلاله استمارة يتم ملؤها بعناية، ويشرح فيها مشروعكم الرائد الذي يهدف كما قلنا في البداية إلى يكون في مجال التحسيس والرعاية الطبية في الميدان. سنفتح مجال التسجيلات مرة أخرى قبل السداسي الثاني من سنة 2020. نتمنى لكم التوفيق، نتمنى لكم الاستمرار والمواصلة في هذا المجال، لأن التحسيس والرعاية الصحية من أولى أولوياتنا نحن كمخابر ميرينال. إذا مخابر ميرينال أولويتنا الجودة.